البحر أو البحر زي ما بقولوها التوانسة، من أكثر الأماكن إقبالاً في الصيف، وطبعاً تونس معروفة بجمال بحرها، فخلونا نشوف التوانسة كيف قضوا الصيف هذا. يعني عبيد كانت مخنوقة من الشمس وسخانة جات قوية ياسر، وجات عبيد مصلي على النبي وخدمنا حاجة عادية كما السنين اللي فاتت اللي قبل كورونا، والعبيد هاك تشوف فيها حتى التوا ما زالت تجي وما زالت تقعد وما زالت فهمني ولا لا تسهر، حتى في السهرية تسهر وتصبح وتقعد وتسهر أمورها فالابل. ها باش نحكي لك كيفاش عديت الصيف. ومشيت في الصيف عندي خيمه صغيره محلاها وما بنها، شريتها ريتشي غاديكا، نجي ننصبها غادي وفي النهار نجي لهنا للباراسول، نكري باراسول هذيك ونقعد نعوم ونبحر، وفي الليل نصب الخيمه ونرقد غادي انا وراجلي. هذاك هو الصيف كيفاش عديت وشي خاتوني خاتو الحمد لله. الناس مغرومه بالماء، مغرومه بالبحر، مغرومه بالطقس، عندنا طقس هبال في تونس، وان شاء الله ديما نقعدوا ديما هكا مستحفظين على زاده على شطوطنا نحن اللي في تونس. كل يوم في البحر، كل يوم عندنا دار في المرسى، قلت لك ديجا نروح من الخدمه ديجا الاربع الاربع ونص ديريكت ندخل الدار نعمل غطسه العشيه، والصباح بكري نعمل غطسه اخرى ونمشي للخدمه نروح، اما يوميا ديما في البحر. انا صاحب البحر، الطقس نتاعو يفرهدك. مشيت حلق الويد، حمام الانف، مشيت للمرسى، غال الملح. مشيت في هذه الصيف خاطر السخانة عاملة فين، والايامات نتاع الاخرى في الكورونا على ما نجيوش للبحر. يا اخي يا اخي جينا باش نعملو غطسة ونروح. هذه أول صيف معناتها بعد كورونا، ديجا كنت راه فيه ديما معبي، باردة مش باردة، شتاء حتى ولد البارح صبت شتاء، البحر ديما معبي. سنة عز سنة سنة تعدى بيه، كانت واحد راه كوفيد، كانت عاملين ناس مخنوق، خرجت كلها مع بعض، اللهم صل على النبي، الدنيا مريقلة، كل شيء مريقل. كورونا مخيبها البلاد وموحشها. أنا فرحانة صيف السنة، ما فماش واحدة فرحانة قدي أنا بالصيف. ريتي الصيف عديته في خيمة تا 50,000 وأسعد إنسانة في العالم.